وصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد. ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تم خلالها استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد. واستأنف المجلس مناقشة القانون الذي تمت مناقشة بنوده خلال جلستين سابقتين ووافق عليه من حيث المبدأ وحتى المادة 40. وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات عن مشروع القانون. أقترح فيه حذف العبارة التي أضافتها اللجنة الموقرة إلى مشروع الحكومة عندما قررت في الفقرة الأولى أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة حل مجلس إدارة الصندوق إذا تبين أن المجلس هنا الإضافة قد ارتكب مخالفات جسيمة. الاقتراح أن يحذف هذا الذي أضيف. أقترح زيادة للرئيس أن يبقى نص الحكومة كما هو، لأنه كلمة كما تسري أحكامه هي معبرة، وكما ما يأتي بعدها يدل على أنه يشارك ما جاء قبلها في الحكم ومساوي له. أما الكلمة التي أضافتها اللجنة الموقرة لضبط الصياغة وهي فضلا عن صناديق، فهي تدل على أن ما يأتي بعدها قد لا يساوي ما سبقها في الحكم. ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة على أن تستكمل في جلسة أخرى باقي مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد الذي يهدف إلى مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.